وهو بثقة المؤمن وإيمان الواثق يعتقد جازما أن لا قيمة لما يعطيه الإنسان ما لم يكن جزءا من ذاته. فتحية إجلال وإكرام لكل الأعلام الوطنية العربية وممثلي وممثلات بلدانها المشاركة من وطننا العربي الكبير من المحيط إلى الخليج المجلل بما في الدفء الإنساني من عبق الأريج. وفي حق هذه الأعلام المفخرة نقول رفرف رفرف بأوطاننا أيها العالم، قد باركت خفقك الأوطان والأمم، تهفي فضائك منصورا ومنتصرا، لعزك الشعب مرصود ومنتظم، ردد نشيد العلا في الناس ملحمة، ردد نشيد العلا في الناس ملحمة، عشاقك الكثر دنيا شاقها النغم، أنت اللواء الذي أهدافه عظمت، شدت وشادت عرى تاريخها الهمم، مراية شرفت أو جل موطنها إلى التي في هدى التوحيد تلتحم. بين الجماعة المحلية والمعهد العربي للإنماء المدن تحت عنوان التحديات البيئية وأثارها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق. اسمحوا لي بداية باسم رئيس وأعضاء مجلس الجماعة الداخلة ومن خلالهم إلى ساكنة المدينة بأن نتقدم إلى الوفود العربية الشقيقة وكافة السيدات والسادة المشاركين وفعاليات هذه الندوة بخاص الشكر والبالغ الامتنان على حضورهم الوازن في بلدهم الثاني المغرب وعلى تحملهم على الصفر، متمنيا لهم مقاما طيبا بين ظهراننا، متمنيا ايضا لاشغال هذه الندوه الهام التوفيق والسداد. ايها الحضور الكريم، لا شك ان اختيار موضوع التحديات البيئيه واظهارها بالتنميه الحضريه للمدن والمناطق يشكل موضوعا بالغ الاهميه. البرامج البيئيه المختلفه التي كان لها الواقع لجان على الحد من المخاطر البيئيه، فاضحت مدينه الداخل التي تماجج بين الصحراء والبحر نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني ان لم يقل على المستوى القاري والعربي، وهو ما ستلمسونه من خلال مشاهده الشريط المصور الذي نتشرف بعرضه على انظاركم بهذه اللحظات. وختاما نجدد لكم ايها السيدات والساده الحضور الاكارم خالص الشكر وبالغ الاثناء، فقد حللت مهلا ونزلت سهلا، موفقون باذن الله تعالى جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
أهم منع المواد لمعدلة الجينيا ومعالجة النقايات الحركية مع مواكبة هذه الإجراءات بعمل دؤوب يهدف إلى تحفيز الساكنة وتعميق وعيها بأهمية المحافظة على البيئة. علاوة على ذلك، المملكة المغربية وفي إطار نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للمدى البعيد أصبحت أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم وفي القارة الإفريقية بصفة خاصة. وفي هذا الصدد يجسد مخطط الطاقة الشمسية المغربي جميلة ترة الصحراء الداخلة المغربية. نحن الآن في جزء عزيز من بلاد المغرب الشقيق والعزيز على العرب والمسلمين. هذه الأرض وهذه الأقاليم مغربية منذ أن كان في الدولة المغربية. أيامنا دارسة والمرابطين والموحدين والسعديين ومن تلاهم إلى أن جاءت الأسرة العلوية حفظها الله ورعاها وأمد في عمرها وتسلمت الحكم. من يأتي يقول كلمة احتلال هو جاهل ومعتدٍ أثيم، وقد ارتكب الأمين العام للمدن منظف أسبح لمنظف المتحدة غلطته الكبرى وخطيئته الفاحشة، وسوف يظل يتذكر هذه الخطيئة، لكن ذلك لا يغير من الأمر شيئا. لقد جاء الأسبان واحتلوا هذه البقعة، ثم جاء المغاربة بقيادة البطل الهمام الملك الحسن الثاني رحمه الله وأخرجوهم منها عنوة. فكيف يأتي من يأتي ويقول أن هذه الأرض لنا؟ هذه الأرض مغربية وتظل إن شاء الله مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نحن مشاعرنا في المشرق هي مع إخوتنا في المغرب، ونؤمن ونؤكد وحدة أراضي المملكة المغربية التي تمتد من طنجة إلى أعماق هذه الصحراء. حمى الله المغرب ومليكها وشعبها من كل سوء.